استقبلوا مكالمة هاتفية صباح اليوم وهي مشاركة في الموضوع أكيد. يلا صباح الأنوار، شكون معنا؟ ألو، صباح الورد يا سمين. صباح الأنوار، تفضلي، رانا في الاستماع، شكون معنا ومنين؟ معك أم عبد المعز من واد سوف. من واد سوف، تحية لك وكل الناس واد سوف، رانا في الاستماع، تفضل. بارك الله في شاكم، لاباس شوال عليكم بخير؟ الحمد لله، تفضلي. بارك الله فيكم وربي يخليكم على هذه المواضيع اللي راكم تجوزونا فيها، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب. شكرا على المشاهدة وعلى الوفاء أيضا. بارك الله فيك إن شاء الله. والله عندي ملاحظة، في كانت بنتي هي حتية كانت تمص في الأصباح نتاعها بصحة بطلت. إيه؟ وذكا ولا وليدي كذلك راهو يمص في صبعه بصح من الأشكال نتاع نقول احنا ينبت سنون. إيه؟ ويمص في صبعه، حتى عطينا له مثلا نقول احنا بالعامية الكذابة وما حبش يقبلها. يعني يمص صبعه طول اليوم ولا فقط أثناء النوم؟ لا، طول اليوم. شحال في عمر الطفل؟ وعندي نقطة، حتى في نقول لك احنا في التمصص السوسات نقول احنا يا بالعامية. هل حتى هي ما حبيناش نعطوها له على كش نقول احنا يتعوج الاسنان. طيب شحال في عمره الابن هذا وشحال؟ عنده 6 أشهر. 6 أشهر، يعني كان من قبل يستعمل يستعمل من قبل الرضاعة البلاستيكية ولا لا؟ استعملها قبل البلاستيكية على جيل الحليب، بصح من بعد رفضها بطلها. من بعد رفضها. هل عندك سؤال دكتورة؟ انا كي عرفت لاج تاعو انا نجاوبها يعني انه عادي ما تخافش، يعني راح مع الوقت راح ينحي، انه تنتبه عليه برك بعد ما يبدا ينوض الاسنان تاعو، من ثم تبدا لازم تسيب. راه قالت لك ربما راه في وقت اللي يبدا ينبت الاسنان. ينبت الاسنان عادي، لازم يحك، لازم، وقلت لك هي طبيعيه، يعني ما تخافش في هذا لاج، ما لازمش تخاف الوقت. فهذه حاجه عاديه. يعني مازلنا ما خرجناش من الطبيعه. يعني 7 أشهر تبدا تخاف عليه. من 7 أشهر يبداوا ينوضوا الاسنان، هنا تحاول انه دير له حاجه مره في ذوق مر في الاصبع، وين يخليه هو يجي له خلاص يعيف ينحي، يعني تقدر تتحكم فيه الان. هذا هو وقتها. هذا الوقت يعني في الحاله تاعها تتحكم فيه عادي، يعني مازال ما تخافش عليه. دير له حاجه هكذا ذوق مش مليح في الاصابع، باسكو ما يعرفش، ما يقدرش يمسحه، ما يقدرش هو يمص يذوق هذاك لوغو يحبس وحده. يعني تقدر تتحكم فيه عادي، ونقولها ما تخافيش، وان شاء الله ما يكون غير الخير باذن الله. ان شاء الله يا ربي. اذا كان هذا في خصوص اجابتك على المتصله فيما يخص العادات السيئه. يلا نرجع الى الموضوع، تفضلي، عندك اضافه؟ وكاين ايضا تقليم الاظافر عن طريق الفم، عادة جد سيئة. هذه ثاني مكتسبه وتكون ثاني داخله في الامراض، ولكن هذه ربما يكون طفل كبير شويه ماشي في عمر يعني صغير، يعني يقدر يبدا نقولوا 6 سنين 7 سنوات. وهنا اذا اكتسب حاجه كيما هذه نعرفوا انه عنده خلل نفسي. يلا عندنا مجموعه صور حضرناهم لك دكتور، راح نشوفهم ونبداو نعلقوا على كل صوره. يلا هذه الصوره الاولى، يلا هذا الطفل اللي راهو في عمر مبكر صغير بزاف كيما نقولوا، وبدا يعني السبابه والوسطى، راهو يحوس على 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 الامان، على الهدوء، على الفطره اللي كان فيها. فقط يعني هنا في هذا العمر ما لازمش نكونوا متخوفين، وماش راح ياثر على نمو الفكين ولا على الاسنان، لانه اصلا ما عندوش اسنان. هذه اولا، ما عندوش اصلا قوه ربما يمص بها، قوه نقدر كاين ولكن مش راح تاثر، لانه النمو مازال ما بداش فريمون. يعني هنا ما نخافوش، عندنا واحد يعني لي سيتيغ والاخر يبداو يكبروا من 5 سنوات 6 سنوات، لكن هذا العمر ما لازمش ما نخافوش. يعني حتى على بناء الانسجه ما نخافوش؟ لا ما نخافوش، لانه طبيعي، هذا الشيء طبيعي، هو ربي سبحانه يعني كي كنا جانين في البطن ام نديروا هذه